بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالمحاضرات اللي فاتت انهينا تشابتر 2، وان شاء الله اليوم راح نبلش بتشابتر 3 اللي هو ساينوسويدال ستيدي ستيت اناليسيس، اللي هو تحليل الدوائر الكهربائيه بوجود اشاره التيرناتيف كارنت. طبعا اول فقره راح ناخذها اللي هي فقره 3.1 ساينوسويدال اناليسيس اند فيزر. هنا شنو راح ناخذ؟ شلون نمثل الإشارة الكهربائية بالتايم دومين وبالفريكونسي دومين، أو شلون نحللها بالتايم دومين بالفريكونسي دومين. احنا راح نفترض انه عندنا الفولتية، طبعا بما انه هي ساينوسويدال فأكيد خلينا نقول الصيغة مالتها راح تكون الـ V of T شنو تساوي؟ V maximum في الساين أوميجا T. طبعا رسم الدالة مالتها قبل لا نبلش برسم الدالة، الـ V maximum الـ VM اللي هي الامبليتيود مالت الإشارة يعني ارتفاع الإشارة. الاوميجا اللي هو احنا نسميه راديان فريكوانسي، تردد الزاويه بالعربي. الراديان فريكوانسي هذا اللي يساوي 2 باي في الاف. الاف شو يساوي؟ الفريكوانسي اللي هو 1 على تي. التي شنو هو؟ البيريود تايم، يعني ايش قد زمن بالثانيه حتى الاشاره تكرر نفسها. البيريود تايم نسميه ايش قد تحتاج الاشاره زمن حتى تكرر نفسها. فالاشاره لما نرسمها بالنسبه للاوميجا تي راح يكون عندي الشكل اي، والرسم مالها بالضبط كانه جاي ارسم ساين ثيتا، فسهله. الامبليتيود مالتها هو هذا في ماكسيموم قلنا عليه. البيريود تايم مالتها هو راح يساوي 2 باي، لان كل 2 باي هي راح تكرر نفسها. وعدنا هنا الرسم الثاني راح نرسمه بالنسبه للتايم. اذا رسمناه بالنسبه للتايم نريد نعرف خلال ايش قد الاشاره تكرر نفسها. طبعا هي تكرر كل اتي، ليش اتي؟ لان انا من اجي اكتف في ماكسيموم، هاي V maximum، واجي اضربها في الساين، هاي عندي الساين. الساين هي شنو الزاوية مالتها؟ الساين الزاوية مالتها هي اوميجا تي. الاوميجا شنو؟ 2 باي في الاف، يعني 2 باي هاي 2 باي الاف هي عبارة عن شنو؟ 1 على تي. فمكان ما اكتب اف راح اكتب قسمة تي، تمام؟ هو كنا الاف تساوي 1 على تي، 1 على تي مضروبه هاي كلها بالزمن اللي هو تي. انا رسمتها بالنسبه للتي للزمن. زين هي كلش قد يلا تكرر نفسها؟ اكيد كل 2 باي، اذا التي قد لازم تساوي؟ لازم تساوي تي كابيتال حتى تكرر نفسها. اذا صار البريود تايم مالتها هيجي اللي هو عباره عن تي كابيتال. هل انه هذه الصيغة ال V of T تساوي V maximum sin omega T هي صيغة عامة؟ اكيد هاي مو صيغة عامة، وانتم تدرون بها مو صيغة عامة. ليش؟ لان مو دائما الساين تبدي من الصفر، مرات تبدي من ناقص باي، مرات من الباي على 2، مرات من زاوية باي على 3 وهكذا. اذا لازم شنو نضيف هنا؟ صارت الصيغة العامة مالتي اللي هي V maximum في الساين اوميجا تي زائد ثيتا. الثيتا تعبر عن شنو؟ تاخر او تقدم الاشاره. اذا بدت قبل الصفر، مثلا شلون هسه هاي باديه من الناقص ثيتا، اذا نقول هاي يعني متقدمه، بدت من وقت ليدنج. واذا بدت بعد الصفر نقول عليها متاخره لاجنج. احنا بس الليدنج واللاجنج لازم بالاعتماد على ريفرنس. فاذا قلنا الريفرنس مالتنا الاشاره الخضراء، راح اعتبر الريفرنس مالت الاشاره خلاص. اذا حاليا الحمراء هي ليدنج للاشاره الخضراء، ليش؟ يعني بدت قبلها، فاذا سابقتها، اذا هي ليدنج. بس لو فرضا رسمت الحمراء منا بدت، من بعد يعني الثيتا صارت منا بعد الخضراء، اذا شو نقول عليها؟ نقول عليها بهاي الحاله لاجنج بالنسبه للخضراء. اذا هنا هذين الاشارتين ما بدوا بنفس النقطه، الحمراء والخضراء. الفي ماكسيموم ساين بدت من الصفر، والحمراء اللي هي في ماكسيموم ساين اوميجا تي زائد ثيتا بدت من الناقص ثيتا. اذا شو نقول؟ نقول هذول اثنين مو بنفس الطور، اكو فرق بالطور بيناتهم. فشو يقولون عليهم؟ يقولون عليهم هذول اوت اوف فيز. فالاوت اوف فيز يا اما يكون لاجنج او ليدنج، تعتمد. اللي يبدون بنفس النقطه لو الحمراء نقربها ونخليها تبدي ويا الخضراء، يعني ثيتا شو قد راح تصير؟ راح تصير صفر قيمتها. اذا صارت صفر معناها اثنين يبدون بنفس النقطه. بهاي الحالة راح يصيروا اثنين بنفس الطور ويسمونها ان فيز. بهاي الحالة الاشارتين يسمونها ان فيز.
حاجتين، الاوت فيز عندنا ليدنج وعندنا لاجنج، شو وقت ليدنج وشو وقت لاجنج. احنا خلينا ناخذ قاعده من هسه نحكيها ونثبتها، وراح تتكرر علينا هم بس نثبتها من هسه. احنا دائما الريفرنس مالتي هي اشاره الفولتيه، وعلى اساسها نقول التيار ليدنج لو لاجنج. اذا اشاره التيار بدت قبل اشاره الفولتيه يعني زاويه مالت التيار موجبه، نقول عليه ليدنج. واذا اشاره التيار بدت بعد الاشاره الفولتيه يعني الزاويه مالته سالبه، نقول عليه لاجنج. هنا شلون امثل انا الاشارات مالت الفولتيه والتيار بالفريكوانسي دومين؟ يقول هي الفي ماكسيموم احنا دائما نفضل نكتبها بالكوساين، كوساين اوميجا تي. فيقول اكتب وياها الزاويه، اخذ الامبليتيود مالتها مع الزاويه. فهذا الامبليتيود مالت الاشاره الفولتيه اللي هي في ماكسيموم، هذا جاب الفي ماكسيموم. وجاي مثلها بالبولار اكيد لازم يكتب الزاويه مالتها ايش قد، الزاويه صفر، حط الزاويه صفر. لو كانت مثلا هنا زاويه ثيتا اكتب ثيتا، ماكو زاويه مثل هذه اذا هي صفر. بالنسبه للتيار نفس الشيء، مثلا هنا كتب الاي ماكسيموم اللي هو الامبليتيود مال التيار كوساين اوميجا تي زائد فاي، اذا ايش قد زاويه الزاويه مالتي مال فرق الطول هي فاي. لو واحد يقول هسه هاي فولتيه في اوف تي وهاي تار، ايش قد زاويه فرق الطول مالتهم؟ اقول له زاوية فرق التطور بيناتهم هي مقدارها فاي. يقول ليش؟ اقول له لان ال في اوف تي زاوية مالتها صفر، ففاي ناقص صفر اذا صارت زاوية فرق التطور هي فاي. زين قال اذا اشيل الصفر اخلي بمكانه ثيتا، اذا صار زاوية فرق التطور هي فاي ناقص ثيتا. اذا شو نقول؟ نقول الفرق بين زاوية التيار ناقص زاوية الفولتية هو هي نسميها زاوية فرق التطور. اذا شنو زاوية فرق التطور؟ هي فاي لزاوية التيار هيجي ناقصا زاوية الفولتية. مو احنا من حكينا من البداية ايش قلنا؟ قلنا نثبت الفولتية وش نقول؟ يا اما التيار قبله صار ليدنج، يا اما التيار بعده صار لاجنج. وبالمناسبة لو انزاحت الفولتية ما بدت بالصفر، واحد يقول مو شرط، هي خلاص ما بدت بالصفر، انزاحت غير مقدار معين. اذا هم بالنسبه لهذه الازاحه شنو التيار قبله لو بعده؟ اذا شنو نقول هيك فاي ناقصا ثيتا. زين معطيني اكزامبل قال لي حله، معطيني فولتيه اللي هي 115 بزاويه ناقصا 45 درجه، ومعطيني التردد الزاوي الراديان فريكونسي 500 راديان بير سكند. بعدين شو يريد امثل هذه، هذا طبعا هذا شو يسمون هذا الفريكونسي دومين، هاي معطيني اياها بالفريكونسي دومين اللي هي بتعبير البولر. اذا اكتبه الى بالتايم سهله بالتايم، ايش قد الامبليتيود مالتي؟ 115، اذا 115 اكتب وياها كوساين. شنو الزاويه مالتي؟ اوميجا تي، الاوميجا عندي قيمتها، ليش اكتب اوميجا؟ اكتب 500 بمكان اوميجا، فتصير كوساين 500 تي. زائدا الزاويه مالتي، الزاويه مالتي ثيتا شنو مطيها؟ ناقص 45 درجه، اخلي مكان ثيتا ناقص 45 درجه. واحد يقول لا اذا اكتبها بالساين، تقدر تكتبها بالساين عادي، تصير 115 ساين 500 تي زائدا 45 درجه. بس هذا اقول لكم ملاحظة، احنا خلال الشابتر وخلال تحليل الاي سي وخلال المرحلة الثالثة والرابعة حتى من تتخرج يفضل استخدام التحليل بكوساين، ما ناخذ بالساين، ناخذ على الكوساين الافضل. تصير الزاوية هي مشابهة مثل ناقص ناقص زائد زائد، احسن من ما نعكسها مثل ما بالساين. يجي هنا هسه يقول شنو تأثير العناصر على الاشارة مالت، يعني انا فولتية عندي اسلطها على عنصر مقاومة او محادة او متسعة ريزستر او اندكتر او كاباستر، هذا التيار شو يصير بيه؟ هل يصير ليدنج لو لاجنج لو يبقى مثل ما هو؟ يعني يصير فرق طور لو ما يصير فرق طور؟ احنا ناخذ اسوي شيء المقاومة، راح نشوف المقاومة اذا انا مررت حطيت فولتية سلطتها على مقاومة، هل انه يصير فرق بالتيار؟ طبعا هاي المقاومة حطيت فولتية اللي هي في، راح يمر بها تيار، من يمر التيار بالمقاومه يتغير يصير فرق تطور لو ما يصير؟ خلينا نجي نشوف الحاله. ال في اوف تي شنو تساوي؟ تساوي ار في الاي اوف تي. طبعا ال في اوف تي شنو تمثيله؟ في ماكسيموم اكسبونشال جي اوميجا تي زائد ثيتا. والتيار اي ماكسيموم اكسبونشال جي اوميجا تي زائد فاي، هاي هي بالبولار تمثيل الاوس تي اكسبونشال ريبريزنتيشن. هسه راح اعوض مكان ال في اوف تي شنو اخلي؟ اخلي ال في اوف تي، ومكان الاي تي شنو اخلي؟ اخلي هذا الاي اوف تي. فشو يصير؟ يصير في ماكسيموم اكسبونشال جي اوميجا تي زائد ثيتا، شو يساوي؟ المقاومه تنزل والار شنو ينزل مكانه؟ اي ماكسيموم اكسبونشال جي اوميجا تي زائد فاي.
اكيد جي اوميجا تي واي جي اوميجا تي تروح، شي يبقى في ماكسيموم اكسبونشال جي ثيتا تساوي ار اي ماكسيموم اكسبونشال جي فاي. بعد الاختصارات، بعد ما اختصرنا هذا اكسبونشال جي اوميجا تي واي جي اوميجا تي، زين بقى هذا، هل الفاي والثيتا تغيروا؟ انضافت لهم قيمه؟ انضاف لهم رقم؟ اكيد ما انضاف رقم، لا هذا التيار انضاف له رقم او انطرح منه رقم، ولا الثيتا انضاف لها رقم او انطرح منها رقم. معناها شنو؟ معناها الفيز مال الفولتيه بقى مثل ما هو، والفيز مال التيار بقى مثل ما هو، اذا معناها التطور مال الفولتيه والتيار بقى مثل ما هم. اذا شنو نقول؟ نقول زاويه فرق التطور بين الفولتيه والتيار ما تتاثر بالمقاومه، المقاومه ما تاثر على زاويه فرق التطور، تبقى مثل ما هي. اذا اكو زاويه بيناتهم 90 تبقى 90، اكو زاويه بيناتهم 45 تبقى 45، بيناتهم الزاوية صفر ماكو فرق طوري يبقى ماكو فرق طوري، المقاومة ما تأثر. ومطيني هنا مثال، قال عندي إشارة، هاي الإشارة اللي هي 8 كوساين أوميجا تي ناقص 50، يقل زاوية التطور مالت الفولتية ناقص 50. وعندي مقاومة، قال هاي الفولتية سلطتها على المقاومة 4 أوم، يقل لي احسب لي التيار بالتايم وبالفريكونسي دومين. بالتايم يعني مثل ما هي قسمها على المقاومة، جبتها 8 كوساين 100 تي ناقص 50 تقسيم المقاومة اللي هي 4، طلعت 2 كوساين 100 تي ناقص 50 اللي هو حسب قانون أوم. بالفيزر أول شيء خلي أحول هاي للفيزر، يلا أقسم، هاي صير 8 بزاوية ناقص 50، كتبتها 8 بزاوية ناقص 50، وجيت قسمتها على المقاومة حسب قانون أوم، فطلعت لي 2 بزاوية ناقص 50. اكو ملاحظه اريد نحكيها، هنا أنا بالتايم نمثل الفولتيه والتيار بحروف صغيره مثل ما هي في والتي، بالفريكونسي دومين حتى نميزهم نخليهم بحروف كبيره. نجي للاندكتر، هل الاندكتر تاثر على زاويه فرق التيار بين الفولتيه والتيار؟ خلينا نجرب مثل ما جربنا بالمقاومه. شنو قانون الفولتيه؟ ال V تساوي ال دي اي باي دي تي، نعرفها هاي. ال في اوف تي مثل ما هي، في ماكسيموم اكسبونشال جي اوميجا تي زائد ال ال تنزل، الاي شنو؟ صير كانه مشتقه الاي ماكسيموم اكسبونشال جي اوميجا تي زائد فاي باي دي تي. نشتق هذه، شو تصير؟ الفولتيه تنزل مثل ما هي، والتيار راح ناخذ المشتقه مالت هذه، فشو تبقى عندي؟ الاي ماكسيموم تنزل وال ال تنزل، يبقى هذا مشتقه الاكسبونشال، شو راح يصير؟ جي اوميجا مشتقه الاس، ويبقى الاكسبونشال جي اوميجا تي زائد فاي مثل ما هو. زين صح، يصير عندي اختصار، يروح الجي اوميجا اكسبونشال جي اوميجا والاكسبونشال جي اوميجا، بقى في ماكسيموم اكسبونشال جي ثيتا يساوي جي اوميجا ال في الاي ماكسيموم اكسبونشال جي فاي. هنا صار الفرق عندي. اذا جاي نشوف المقدار مال التيار كان ما بي جي قبل اول ما اجي، بس بسبب المشتقه شنو جاله جي، والجي بحساباتنا هو كانه الزاويه زائدا 90، يعني كانه الفاي مالتي مضاف لها زاويه مقدار ايش قد؟ مضاف لها مقدار 90 درجه. يعني واحد ايش يقول؟ يقول لو كان التيار والفولتيه اثنيناتهم نفس الطور، اثنيناتهم يعني الثيتا صفر والفاي صفر، كان هنا زاويه التيار مضافت لها 90 درجه زائد 90. لان احنا شو نقول الزائد 90 هي شنو؟ لاجنج، معناها التيار تاخر عن الفولتيه بمقدار ايش قد؟ 90 درجه. اذا شو نقول؟ نقول بحاله المحادثه التيار زاويه فرق التيار بين الفولتيه والتيار راح تتاثر بايش قد؟ تنضاف لها 90 درجه. على يمين 90 درجه؟ 90 درجه مو تنضاف على الفولتيه، ما لها علاقه بالفولتيه، نضيف 90 درجه على يمين على زاويه طور التيار. ايش قد قيمه زاويه التيار؟ 90، نضيف لها 90 ثانيه، 30 نضيف لها 90، 45 نضيف لها 90. اذا دائما زاويه التيار اذا مر بمحادثه نضيف له زاويه مقدارها 90 درجه، علشان تكون انه المحادثه بيور اندكتر، يعني محادثه خالصه. فش يقولون؟ يقولون بهاي الحاله انه الكرنت اي موست لاج في، اذا هو يتاخر عن الفولتيه بمقدار 90 درجه، فدائما الريفرنس مالنا الفولتيه والتيار، يا اما يكون لاجنج يا اما ليدنج، بالمحادثه شو يكون؟ لاجنج، اذا اتاخر عن الفولتيه مقدار 90 درجه، هاي لازم ما ننساها، وما ننسى دائما من نقول لاج او ليد، نثبت الفولتيه ونشوف التيار بالنسبه له، هل هو لاج لو ليد؟ اذا انضافت له زاويه موجبه نقول عليه لاج، واذا انضافت له زاويه سالبه نقول عليه ليد، هاي نحفظها زين وما ننساها وظل ويانا طول العمر. نجي للمتسع الكاباسيتر.
كاباستر شنو عندي قانون متسع؟ قانون متسع شو يقول؟ يقول التيار يساوي سي دي دي في باي دي تي، لان بالعكس راح تصير العمليه. هم يعني راح نشتاق نجيب طبعا هنا اي ماكسيموم اكسبوننشال، فهنا التيار راح يبقى مثل ما هو، بس الفولتيه راح نشتقها. اذا كانه هذا لو اعبر الجي اوميجا، مو كانه الفولتيه الفي راح تساوي التيار اللي هو الاي، هو والزاوية مالته طبعا، ينقسم على الجي اوميجا سي، من انقسم على جي اوميجا سي، انا اللي يهمني الجي انقسم علي من جي، جي من الصعادة شو يصير؟ ناقص جي، زاوية التيار ايش راح يصير؟ ناقصا 90، طرحنا من عنده 90، اذا طرحنا شو نسمي؟ نقول ليدنج، اذا شو يقول؟ يقول الاي التيار اللي بسميه اي ليدس يتقدم على اليمين على الفولتية مقدار 90 درجة، ليدس يعني يبدي قبله، اوكي؟ يبدي قبل الفولتية. بينما باللاج يبدي بعد الفولتية. إذا شو نقول؟ نقول لما عندي متسع ايش راح يصير بالتيار؟ يتأخر. التيار هو ليدنج، العفو يتقدم على الفولتية، بالمتسعة التيار يتقدم على الفولتية، ليدنج الكرنت ليدنج المن للفولتية، ريفرنس مالت الفولتية والتيار ليدنج، اوكي؟ هاي بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمتسعة. إذا هذا التمثيل بالنسبة للمحاثة المتسعة. فش نقول؟ نقول من نحول المحاثة المقاومة، من نحولها من التايم للفريكونسي دومين تبقى الآر، 5 أوم نكتبها 5 أوم، 6 أوم 6 أوم، مثل ما هي نفس الرقم يبقى ثابت، لأن ما تأثر على التيار. المحاثة لا، من أنا بالتايم وإذا أمثلها بالفريكونسي ما اكتبها بس ال، شنو اكتبها؟ جي اوميجا ال، مكان ما ال شو يصير؟ يصير جي اوميجا ال. ليش جي اوميجا ال؟ لان هنا هي راح تاثر على التيار. المتسعه كانت مثلا خلينا نقول سي، من احولها للفريكونسي ما تبقى سي، تبقى واحد على جي اوميجا سي، تصير واحد على جي اوميجا سي. فكل ما متسعه نشيل قيمتها نخلي مكانها واحد على جي اوميجا سي، وكل محاثه نشيلها نخلي مكانها جي اوميجا ال، والمقاومات تبقى مثل ما هي. هاي العملية يسموها حولنا السيركت من التايم دومين إلى الفريكونسي دومين، ما ننسى من التايم دومين إلى الفريكونسي دومين، لأن يعني كل قيمة ضربت أو تقسمت على تردد على أوميجا. آخر شيء عندنا الإمبيدنس، الإمبيدنس اللي هي الممانعة، الممانعة هي عبارة عن جزئين، جزء ريال وجزء إيماجينري، فهي كومبلكس أصلاً، فتمثيلها بالبولر هم ناخذ الإمبيدنس والزاوية ثيتا. بصير زد والزاوية في هاي التمثيل مالها بالكارتيزيان وهذه بالبولر. بالنسبة للأدمتنس اللي هي معكوس الممانعة، واحد على الممانعة. الأدمتنس منين تتكون؟ تتكون من ثلاث عناصر، من عنصرين أساسيات، جزء ريال وجزء إيماجي. الريال نعرفه احنا الكوندكتنس اللي هو واحد على الآر، نسميه كوندكتنس ونرمز له جي. والإيماجينري نسميه سسبتنس، سسبتنس اللي هو واحد على الجزء الإيماجينري، واحد على الإيماجينري. فهذا الجزئين الريال والإيماجينري، طبعا هنا الريال احنا نسميه ريزيستنس، والإيماجينري نسميه اندكتنس بالنسبة للإمبيدنس. ريزيستر ريزيستنس واندكتنس اللي ممكن اندكتر أو كاباسيتر. رياكتنس العفو، رياكتنس وهي ريزيستنس. ريزيستنس ورياكتنس، رياكتنس رياكتنس ممكن يكون اندكتنس ممكن يكون كاباسيتنس. هنا كوندكتنس، الكوندكتنس اللي هو طبعا هنا الادمتنس، الادمتنس هي عباره عن ريال وايماجينري. الريال مالتها نسميها كوندكتنس اللي هي الموصليه اللي هي جي اللي هي الواحد على ار. وعندنا سسبتنس، السسبتنس اللي هي واحد على الرياكتنس، فالواي تساوي واحد على زد واحد على ار زائد جي اكس، الاكس اللي هي الرياكتنس. هاي التسميات كلش مهمه ونحفظها، لازم تكون جزء من عندنا، لان دائما نتعامل وياها، حتى اذا تخرجنا نبقى نتعامل وياها، وين ما نروح هي تستمر ويانا. فلازم واحد من هسه يضبط هاي التسميات مالتها حتى ما يخطئ بيها، لان الخطا بيها كفر بعالم الهندسه الكهربائيه. اللي هنا انتهت محاضرتنا، ولهاي المحاضره اكو مجموعه من الهومورك. هنا طبعا ما اعتقد اكو هوم وورك، بس راح لهذا الشابتر راح انزل هوم ووركات في الجزء الثاني اللي هو التحليل ان شاء الله. اللي يريد التفاصيل كامله للمحاضره يلقاها على موقع جامعه البصره، وحسب
الرابط اللي موجود يقدر يحمل محاضرات كاملة. شكرا جزيلا لانتباهكم.